أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاء أنا لولا نزل علينا البلاء إن أذهبنا ربنا وقد استكبروا فيه وزهم عذاب ظلما كبيرا وما يرون البلاء إذا تلا بشرى يومئذ للمسلمين ويقولون حسرى محسورا وقدنا لا عاد وثمود واصحاب الرس وقرون بين ذلك
صلاه
السماوات والأرض
وفي لعبي